في النجف الأشرف أربعة أطراف ولكل طرف طقوسه الخاصة، ومنها طرف العمارة إذ يتميز في شهر المحرم للحرام وبالتحديد بدءا من ليلته الثامنة بشعيرة المشاعل النجفية، ويترمز إلى تحشيد العشائر العربية لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، حيث يتقدم شيخ العشيرة ويتبعه الأبناء حاملين علم العشيرة وشعارها وخلفهم المشعل. المشاعل تمثل النجف وأهل النجف وأصول النجف، العشائر الأصيلة اللي متمركزة بالنجف هم أهل المشاعل. فقلت لك ما ممكن أنه أي طرف من خارج النجف يجي يشيل مشعل. فالنجف مبينة بعشائرها، هاي عشائرها، هاي مشاعلها، وهاي ناسها، وهاي أهلها، ونظل نبقى منا لمن نموت. والنجف إن شاء الله برجالاتها بشيوخها بناسها بطيبينها يشيلون المشاعل، ما عندنا صغير وكبير، شيخ العشيرة يشيل مشعل، أصغر واحد بالعشيرة يشيل مشعل. ويقوم حامل المشعل بالاستعراض أمام مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والطبول تقرأ إذانا منها لبدء مراسم عزاء المشاعل التي توارثوها من الآباء والأجداد، والتي تعد السمة الأبرز لمواكب عشائر طرف العمارة. العشائر قبل 1817 عرفت ميلادي، المشاعل تطلع من هذا المكان، فالمشاعل وصلت إلى 37 مشعل. قبل 77 منعوا، بعد ممنوع لا تطبير لا مشاعل لا لطوم. الآن 110 111 يحتوون عشائريا، وبيهن من الهيئات بيهن 10 هيئات يعني، وأطراف منا وأطراف منا. علاقة المشاعل بيوم العاشر، يوم العاشر اللي صار بيه ما صار مثل كل المعارك، لأنه حرقية وترويع وتمثيل بالجثث وسبي، لها علاقة بترويع العيال، ترويع الأطفال، حرق الخيام، ما خلوا لهم مأوى، ما خلوا لهم مكان يقعدون به. وتتميز النجف الأشرف عامة والأطراف الأربعة خاصة بطقوس شهر المحرم للحرام، حيث تقام مواكب العزاء والمجالس الدينية في مختلف مناطق المحافظة التي تتشح بالسواد وسط إجراءات أمنية وخدمية مشددة. من النجف الأشرف معتز العبودي، زاكروس تي في.